السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير في أولى حلقات هذا الموسم من فقه الصيام. أهلا بكم متابعي قناة سمراء الفضائية. لم نغب ولكن هذا حال الدنيا، فكل رمضان وأنتم بخير، وكل رمضان نطل به من شاشتكم وقناتكم، قناة العائلة العراقية قناة سمراء الفضائية، فحياكم الله في هذا الموسم الجديد. مشاهدينا الكرام، رمضان الخير، هذا الشهر الفضيل الذي ميزه الله تعالى بكثير من الخصال والفضائل وفيه من الخير الوفير، فعلينا أن نغتنم هذا الشهر المبارك لأنه خير الأشهر في السنة، وخاصة وإحنا في مثل هذه السنة اللي مرينا بالسنة اللي مرت، خاصة كانت مسألة جائحة كورونا اللي سيطرت على حياتنا وأثرت على حياتنا وواقعنا اليومي في يومياتنا، وبالتالي فإن مثل هذه المصائب وهذه الابتلاءات سواء كانت عابرة أو طويلة الأمد لا سامح الله، فعلينا أن نستلهم من الدين الإسلامي ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن الخيرين في هذه الدنيا علينا أن نكون صفا واحدا ونقف معا لمواجهة كل هذه الابتلاءات. فالأساس هو تقوى الله تعالى والصدق مع النفس والصدق مع الآخرين، وهو حبل النجاة الذي كلنا نصب إليه. مشاهدينا الكرام، سنكون معكم خلال شهر رمضان المبارك في هذه الحلقات من فقه الصيام والإفتاء ببث مباشر على شاشتكم قناة سمراء الفضائية، ومع ضيوفي الأعزاء والذين حضر في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور، والذي سيكون يرافقنا على مدى هذا العام وهذا الموسم في فقه الصيام، أيضا سماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق، فدعوني أرحب به باسمكم مشاهدينا. أهلا بك سماحة الشيخ، حياك الله وكل عام وانت بخير في هذا الموسم. حياك الله شيخ. حياكم الله وبياكم، وكل عام والمسلمين بألف خير، وإن شاء الله تنزاح هذه الغمة عن هذه الأمة، ويبدل الله تعالى ويلبس الناس ثوب الصحة والعافية والستر والكرامة، ويزيح عنهم كل هذه الأدواء والأوباء. آمين يا رب. سماحة الشيخ، احنا معتادين أنه دائما نعطي مجال أيضا لمشاهدينا، فإذا مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا والاتصال عبر الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة لمن كان له سؤال حول موضوع معين، وخاصة فيما يعني شهر رمضان المبارك. أترك الحديث الآن لسماحة الشيخ لنتحدث سويا سماحة الشيخ عن التهيؤ النفسي والروحي لاستقبال رمضان، فكيف للإنسان أن يستعد وفق هذه المعرقلات في حياتنا اليومية، وهذه ما يلهي الإنسان اليوم بحياته اليومية سواء كانت الانشغال أو أمور البيت أو الدراسة أو ما شابه ذلك، لكن يأتي رمضان وتأتي الأزمان وتأتي الدهور، فكيف نستعد روحيا ونفسيا ونتهيأ لاستغلال الفرص في هذا الشهر الفضيل سماحة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فحياكم الله وبياكم، وجزاكم الله خير على ما تقدمون وعلى هذا التقديم في هذه الحلقات إن شاء الله، التي نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. آمين. حقيقة يعني نحن نقبل على رمضان، وذكرت جزاك الله خير مقدمة رائعة في قضية ما أصاب الناس من البلاء والوباء، وحقيقة هي كأن هذا القلب يتأثر بما حوله، وكما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونحن مهما كنا في هذه الدنيا أمام هذه الأحداث، 11 شهرا تعترينا وتطوقنا من كل جانب، يطوقنا البلاء ويطوقنا الهموم والكروب، تطوقنا المعاصي، تطوقنا الابتعاد عن الله عز وجل والانشغالات، وبالتالي كل هذه الملهيات والمشغلات كان لهذا القلب أثر، أو كان لهذه الحوادث أثر كبير في هذا القلب، فيسود منه جانب ويظلم منه جانب آخر. هذا العقل أيضا يتكدر صفوه في هذه الأحداث، والجسد أيضا يصيبه الوهن، بالتالي يحتاج الإنسان إلى تجديد، إلى إعادة الروح في هذه الخلايا، إلى إعادة البياض والنصاع في القلب الذي أصابه الران.
وبالتالي أيضا يحتاج العقل إلى إعادة كما نقول تحديث، وإلى إعادة ما يسمى اليوم بالفرمتة. وبالتالي هذه الإعادة تحتاج إلى وقت طويل، لذلك جعل الله تعالى شهر رمضان كأنه لمن ابتعد آن له أن يعود، ولمن قطع حبله آن له أن يصل، ولمن يعني ازداد بغضا وازداد هما وازداد كربا أن يجلي كل تلك الكروب في هذه الأيام. هذا هو عبارة عن إعادة العلاقة مع رب الأرباب، مع مغني الأغنياء، مع سيد الوجود، مع خالق هذا الكون هو الله عز وجل. فكأنك نزلت، وأنا وأنت وكل المسلمين كأننا نزلنا في رحاب الله عز وجل، نشكو له ما أصابنا ونرجع له لكي يعيد لنا تلك البهجة والصف والوداد وطيب العلاقة. فكأن هذه الأيام عبارة عن أن يرجع الولد إلى أمه وأبيه، يرجع الولد إلى مبتغاه، يرجع إلى حقيقته، ويرجع فيه إلى الرحمة الشاملة والرحمة الكاملة، هو الله تعالى أرحم الراحمين. لذلك حقيقة هذه الأيام هي الغنيمة من حيث هذه الجهة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضائل هذا الشهر: تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وكل هذه المعاني نعم، ولكن حقيقة أريد أن أركز كما يعني أنطلق من حيث بدأت جزاك الله خير هنا، أن ما أصابنا حقيقة وفي هذه الأيام التي لا يعني يجتاز يوم إلى غيره إلا وتصيب الأمة عامة وتصيب الناس خاصة شيء من هذا البلاء، ونرى يعني الأحباب كيف يرحل عن هذه الدنيا في يوم وليلة، وكيف يرحل يعني كثير من الشباب والكبار، وأصبح الموت يحيط بالناس من كل جانب، وأصبح حقيقة هنالك كأن سوادا يشيح على هذه الأمة ويشيح على هذه البلاد ويشيح على هذه المحافظات. بالتالي اليوم يعني لا يجلي هذه الكربة إلا أن نرجع إلى الله عز وجل. حقيقة اليوم لو ذهبت إلى أي حكيم وأي لبيب لكي يجد فرج لهذه الأزمة ربما يعجز، كما يقال: شدة وفتنة تجعل الحليم حيرانا. وفعلا دعت كثير من الحكماء حيرة أمام هذه الأزمات، لا يستطيعون أن يكشفوا هذه الكربات. واليوم أين تلتجئ لن تجد لك ملجأ، وأين يعني تذهب لكي تزيح وتخفف عنك لن تجد إلا باب الله. باب الله تعالى يفتح لك في هذه الأيام، يفتح لك في هذه الليالي، يفتح لك في نهارها، يفتح لك عند الإفطار، يفتح لك في ظلمة الليل، يفتح لك في صلاة التراويح، يفتح لك عند إقامة الصلاة صلاة الجمعات، يفتح لك وأنت صائم. وبالتالي ما دام هذا الباب مفتوح، وما دام هذا الباب الذي عنده تقضى كل الحوائج وتنزاح كل الكروب ويبلغ كل المقاصد وتنال به كل الرغائب، إذن حري بنا أن نقصد هذا الباب. إذن الأحمق هو من انصرف عن باب الله عز وجل، والمفلس هو من أفلس في رمضان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. الله يحفظك يا شيخ. يعني سبحان الله، هو هذا هذه الأيام تعيد ذكريات العام الماضي سمعت الشيخ. يعني العام كان شوية كان أكو قلق شديد، كان أكو خوف، اليوم أكو مسألة التلقيح ربما ساهمت بتخفيف التوتر لدى الناس، وبالتالي صارت العودة إلى الحياة الطبيعية أو خلينا نقول شبه طبيعية في مثل هذه الفترة نوعا ما أفضل من العام الماضي، لأن كانت مجهولة في السنة الماضية. العودة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف، حتى المساجد، خلينا نتكلم مثلا عن المساجد. اليوم كثير من المساجد في بلدنا في العراق حتى في بعض البلدان ربما تعرضت إلى نوع من المضايقة في الإغلاق، يعني المضايقة أنه مو مثل كل فترة كانوا يفتحون بين المغرب والعشاء وكذا، الآن لا، فرض يصلون الفرض ثم يغلق المسجد، وشفنا هذا الموضوع حتى على صلاة التراويح على مستوى دقائق معدودة، وأيضا قيام الليل قد يكون ماكو. هذا كلها يعني هل وجد في النفس الإنسان يعني نوعا من التفكر، ما الذي يجري في زماننا، ما الذي يحصل في هذه الحياة، لماذا هذه الصعوبات بدأت تتكاثر شيء فشيء؟ يعني هل هذا مرتبط بنهاية الحياة؟ هل هذا مرتبط بظلم الناس اللي موجود، ضياع العدل في المجتمعات؟ كيف ممكن نفسره يا سماحة الشيخ؟ يعني قطعا هو
وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. قطعا مما نراه اليوم من المصائب يعني لم نرى ولم يحكى في التاريخ أن المساجد أغلقت إلا في زمن الحروب والشدائد والمحن، ولكن هذا أيضا قطعا من البلاء والظلم الذي يستوجب منا جميعا الرجوع إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعاتنا. نعم. إن شاء الله نكمل بعد هذه الاتصالات. نعم. إن شاء الله. طيب طيب شيخي، يعني استرسل الحديث. لا نعم. لا مشكلة لدينا. نعم. يعني الـ 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 كما ذكرت هي أننا حقيقة أسرفنا على أنفسنا. كان لهذه الثورة التكنولوجية والتقدم حقيقة أثر بالغ في ابتعادنا عن الله عز وجل. كلنا اليوم أصابه هذا الوهن، أصابه هذا الابتعاد، هذه الفجوة، هذا الانقطاع بينك وبين الله عز وجل. لذلك اليوم نحن ليس لنا إلا الله تعالى. حقيقة هذه الدنيا التي جعل الله تعالى شرعه هو الحاكم فيها، بمعنى أنه إصلاح المجتمع وإصلاح أنفسنا قبل ذلك. بالتالي اليوم لما أغلقت المساجد رأيناها كأنها رسالة من الله تعالى، فيها نوع من العتب والغضب للناس حقيقة، وكأنها نبذت أهلها، وكأنها نبذت الناس، وكأن الله لا يريد لهذه الزوار أن يقدموا. هكذا فهم بعض الناس هذه الرسالة، وجدها قاسية على النفس. بالتالي اليوم حقيقة هذا الظلم الذي نراه، كما في الحديث إن عبدا عذب في قبره فلما سأل عن سببه قال مررت بظالم فلم تنصر. حقيقة أحيانا بعض الناس قد يشتركون مع الظالم حين يؤيدوه على ظلمه، وحين يقروه على جريمته، وحين يسكتون على إسرافه. بالتالي اليوم نحن كلنا قد أصابنا هذا يعني هذه الفجوة، أصابنا هذا الران، أصابنا هذه القسوة في قلوبنا. وحقيقة كما ذكرت هذه الحوادث كانت إذان وإشارة وإعلام من الله عز وجل أنه لا بد لهذا الإنسان أن يرجع له. يعني اليوم نحن حقيقة الشدائد التي نمر بها كما قلت لا كاشف لها إلا الله، ولا رافع لشدتها إلا القدير. وحقيقة يعني كما قيل في هذا أن الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يجيب المضطر إلا الله. ونحن اليوم في حالة الاضطرار الشديد إلى الله عز وجل، الذي يعني حقيقة تستدعي لكل عاقل أن يرجع إلى من بيده القدرة، إلى من بيده الإمكانية. اليوم حقيقة نشكو إلى الله حكاما يعني ظلموا، فبالتالي الناس لا يتأملون حقيقة في ظل هذه السياسات والمعطيات أي انفراج من هذه الحكومات. لما يعني الإنسان يلقي على وضع الإمكانيات الحالية أيضا يصيبه الإحباط بالفعل. بالتالي اليوم يعني حقيقة هذه كلها إشارات، يعني إذا الإنسان كل هذه الإشارات وكل هذه العلامات وهو مستمر على غيه، مستمر على ابتعاده عن الله عز وجل، مستمر على هذه القسوة، بالتالي يعني الموت يخطف قسما، والشدائد تخطف قسما، والكروب يعني تخطف آخرين. فبالتالي رسالة إلى نفسي وإليكم أننا بحاجة إلى الله، والله هو غني عن العالمين. جزاك الله خير. عسى الله تعالى أن يفرج هذه الكربة عن هذه الأمة. آمين آمين. جزاك الله خير. إذن سمحت الشيخ، إذن لي بس أخذ الاتصال الأخ ضياء الحلبوسي من الفلوجة. حياك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم إن شاء الله يا أخي. حياك الله. آمين آمين. حياك الله وبياك. ومشكورين على برنامجكم هذا الحلو والطيب. الله يجزيك خير على المتابعة. والله شيخ أنا ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل يا أخي. شيخ يسمعك. تفضل. تفضل عيني. حياك الله. أنا عبد الوحيد الله العائد كمحيد، يعني عندي تقريبا 7 نفرات، فالصيام ما أقدر أصوم. نعم. فشلون يعني الشيخ؟ ما تقدر تصوم لمرض لإيش لشنو؟ لا والله هم عندي مرض يعني شكو الله يعني شيخ العزيز هم يعني المعدة وشي، ومن أصوم لازم ما أطلع تدري زاري دون أقود يومي لازم يعني. عندك عمل يومي؟ نعم. تسمع يعني تشتغل عمالة أخوي ضياء، مو خلينا نقول هذا. نعم شيخ. نعم المعروفة. نعم ساعدنا. أي نعم. طيب نعم إن شاء الله تسمع الإجابة إن سمحت الشيخ. أنا أشكرك. أني أشكرك وأشكر الشيخ. حياك الله. حياك الله. ما عندنا غير العافية وأسأل الله أن نرزقك. حياك الله. الأخ شاكر من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي. حياك الله. كل عام وأنت بخير. ممكن أحكي والشيخ؟ نعم سمحت الشيخ يسمعك. تفضل. حياك الله. رحم الله وجهك. حياك وبياك. شيخ رمضان مبارك إن شاء الله. علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا رجل عندي ورم دماغي. نعم. ما عنده غير العافية إن شاء الله. يعافيك الله. وعندي فقرات وما فقرات، وعندي حصب الكلى.
ألبسك الله ثوب الصحة والعافية. أحمد الله وجهك. الصيام ما أقدر أصوم، من أصوم موت مسبقا إلى صمت يوم أو يومين أوقع. نعم. إنه طلع سويت عملية فتح جمجمة وربت دماغ فشعرت تعبان بشكل. عندك العافية. أنا راتبي متقاعد عمر 60 سنة. نعم. متقاعد وراتبي محدود. نعم. ويعني مثل ما يقول ما أقدر يا دوب كف العيشة، فشلون يا ابن الحلال؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. الله الله يهديك ان شاء الله. حياك الله حياك الله. طيب سماحة الشيخ، احنا يعني قبل ابدي بالاجابه على الاسئله، مساله الاعذار في رمضان خلينا ناخذها بالمجمل حتى يعرف المشاهد، ومن ضمنها نجاوب على اسئله الاخوه الاخضياء والاخ شاكر اللي اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والصحه والعافيه. فكيف يكون الانسان يعرف نفسه انه كيف يقدر نفسه اليوم انه هو مسموح له بالافطار او معذور من الصيام؟ يعني الآية حددت فمن كان مريضا أو على سفر، فحددت أمرين، هو أنه كل العبادات عموما أنها تجب على الإنسان مع مشقة محتملة. قطعا الصلاة فيها مشقة، الصيام فيها مشقة، الحج وبالتالي كل العبادات فيها مشقة، ولكنها مشقة محتملة أي يستطيع الإنسان تحملها. فإذا وصل به الحال أن لا يتحمل هذه الطاعة نقول له يصار إلى البدل، يعني صلاة قائم يصلي جالس، صيام رمضان اليوم ما يصير يفطر يقضي بعدين، وبالتالي يصار إلى البدل. ما عنده قال يذهب إلى الإسقاط، تسقط عنه، لأن الله تعالى جعل قانون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمين. جزاك الله خير. خلي أخذ اتصال أم حسين سمعت الشيخ إذن لي. الأخت أم حسين من المثنى، السلام عليكم. حياك إن شاء الله يا أختي، تفضلي. رمضان كريم عليك. حياك إن شاء الله، حياك إن شاء الله يا أم حسين، تفضلي حياك إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. الشيخ واجد؟ موجود الشيخ يسمع، تفضلي. تفضلي. أنت على الهواء أم حسين، تفضلي. إحنا من مثلا أنا سنية. نعم. عربية والناس الدواري كل شيء. أم حسين ممكن توضحي لي سؤالك لو سمحتي، خليني أفهم إذا ممكن. أنا من مدنة والدواري كل شيء. نعم، وين السؤال؟ يعني شنو سؤالك؟ خلي أفهم، يعني بالعكس احنا كنا مسلمين إن شاء الله ماكو فرق. ما خلي الناس تضربهم، الناس تضرب ماذا عليك؟ كنا مو ما مو واضح السؤال سمعت الشيخ. لا بس اسمحي لي، يعني انت بس اسمحي لي ام حسين، انت جيرانك من غير طائفه ماكو اشكال، شنو المضايقه اللي انت تتعرضي لها او شنو السؤال بالضبط خلي افهمه. طيب يا ريت تعيدين الاتصال بينا مره اخرى ام حسين. وعلى فكره انه احنا ما عندنا اي فرق، مجرد ما وضع علماء اهل السنه او علماء المذهب الشيعي لهم كل الاحترام والتقدير، لكل منهم يتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويعبد الله من طريقه، فهذا الأمر احنا ما ندخل به لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كان عندي السؤال يا أختي أم حسين يخص الصيام فحياك الله وأهلا وسهلا بيك. عندي اتصال شباب. طيب من وياي؟ السلام عليكم. زكاة الذرة. حياك الله يا شيخ، تفضل أخي العزيز، تفضل. الاسم بالخير. أنت على الهواء بس خلينا أعرف أتعرف عليك. أبو رعد. أبو؟ أبو رعد. أبو رعد. أبو رعد حياك الله يا أبو رعد، تفضل يا أخي أبو رعد. أي السؤال؟ نعم. بالنسبة للزكاة مال الذرة. إيه. المفروض من العشرة واحد، لكن هاي العشرة واحد تطلع قبل ما تطلع المصاريف، لو إنه تطلع المصاريف ما تطلعها. تمام. لأن هذا الجرح اليوم كرم وحباد ويعني مصاريف كثيرة عليه، وكيماوي وعلاج. نعم. طيب. فهذا يعني تطلع الزكاة. واضح. حتى المصاريف لو تطلع منكم. تمام. ان شاء الله تسمع الاجابه من الشيخ. حياك الله يا ابو رعد، شكرا لك. خالد طالب من ابو غريب، حياك الله يا اخوي طالب. شيخي انا
يا عم مواليد 56 عمره طويل من السقوط النظام صدام حسين لحد الان وما طلع لنا لا حج ولا عمره. والله تعبنا في هذا العراق العظيم الذي كله تولت عليه الحراميه. فاحنا شنو وين توجهنا؟ وين نروح؟ والله يا اخي اقدم كل سنه ما يطلع اسمي، اقدم كل سنه ما يطلع اسمي، ما جعل الله يرزقنا وهجس حياتي بحسره، هجس حياتي مو مرتاح من نفسيتي انه يعني اديت الله ما نصل. الله يعينك يا اخوي، الله يعينك يا والله حاجة. ما عندنا غير هو هذا وشويه العمر قام يفوت علينا وكثرت علينا الامراض. نعم نعم. واحنا لحد الان ما وصلنا بيت الله. طيب عندك العافيه ان شاء الله يا طالب. ان شاء الله تسمع النصيحه من سماحه الشيخ. اشكركم واشكر اذاعتكم واشكر شكرا لك ومتابعتك. حياك الله يجزيك خير ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. حياك الله، حياك الله يا اخوي طالب. طيب طيب خلي اخذ الاجابه سماحه الشيخ. احنا تكلمنا بالبدايه على اتصالين كان من الاخ شاكر ومن الاخ ضياء بشكل مجمل، يعني كانت على الأعذار، يعني قلنا أنه نعم. إذا كانت غير متحملة الـ 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 يعني التكاليف بالتالي تسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا نبقى الشرح حدد يعني طريقين، الطريق الأول هو المرض والثاني السفر. فالمرض هنا هو ذكر يعني السؤالين الأولين أو الثاني هو قضية نعم. المرض هو المرض يعني بأمراض كثيرة. الأخ شاكر كان سؤاله عن الأمراض وكبر السن. المرض قسمين حتى نعم. بالعموم نتكلم نعم. مرض يمكن يعني مؤقت فهذا نقول له يفطر ويقضي بعده، مثل واحد أصاب مرض معين يشفى بعد. أما المرض المزمن الذي يبقى معه زمانا بالتالي هذا يفطر ويدفع عن كل يوم 650 غرام، يعني أو يعني بما يعني من الحنطة أو الطحين أو الرز أو نحو ذلك، أو يستطيع يجمع يعني ما يعطي يكفي 30 فقير ويجزع عنه. أما الحالة الأولى هو احنا نسميه أرباب الأعمال الذي يصيبهم بمشقة، نقول له إذا كان عندك يعني سبب رزق آخر تستطيع أن تجلس في رمضان وتأكل منه نقول لك اقعد وهذا الشهر يعني جعله يعني في راحة. قال لا والله أنا ما عندي أي سبب رزق إلا هذا، يعني أنا ما أستطيع إلى جميع يعني أرباب الأعمال، ما عنده عمل إلا هذا، إذا اليوم ويشتغل يعني أجرة يومه، إذا يوم ما طلع يعني ربما يصيبه أو يصيب أطفاله أو أهله مجاعة أو شدة أو ضيق. نقول له اخرج للعمل، شوف نفسك إذا وجدت أنه لا يمكن أن تجمع بين الصيام وبين العمل عندها فقط نقول لك أن تفطر، فأشوف نفسك. أما قال والله أنا أقدر أصوم وأتحمل نقول لا صوم. قال لا والله جزء تخربط ولا أستطيع إلا أن أعمل، وإذا أعمل لا أستطيع مع الصيام نقول لك عندها يحق لك أن تفطر وتقضي عندها في وقت يعني تستطيع أن تقضي فيه، مثلا أيام الشتاء وأيام القصيرة أيام التي لا عمل فيها. جزاك الله خير سمعت الشيخ. أنا بعدين أرجع إلى سؤال ضياء أيضا هو كان يسأل عن عدم قدرته على صيام بسبب العمل كما أشرت سمعت الشيخ. عندي اتصال الأخ ديار، يمكن ديار من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي، كل عام أنت بخير، تفضل. أنت بخير، رمضان كريم إن شاء الله، شلون كيف أخبارك؟ حياك الله، حياك. أسأل عن مصاب كورونا، هل يجوز له الصيام أم لا؟ السؤال الأول. نعم. ما المصاب بكورونا. إيه. صلاة التراويح وصلاة الجماعة أجرها كأجر بس في البيت وتختلف. تمام. طيب. شكرا لك. عندك سؤال آخر؟ لا جزاك الله خير. حياك الله يا أخو ديار، شكرا لك. اتصال يا أخواني. طيب خلي أكمل شيخ. إحنا بالنسبة لضياء أنت أشرت سماحة الشيخ أنه ما يقدر، بالتالي راح يدفع كفارة يعني إذا الأيام اللي ما يقدر عليها هو. لا هو يصار إلى القضاء، يعني خاص أرباب الأعمال، هو لا يستطيع الآن أن يصوم، لكن يستطيع أن يقضيه في أوقات العطلة، أوقات الحظر التجوال، أوقات كذا التي لا عمل فيها يستطيع أن يقضيها. قال لا والله أنا ما أستطيع أصلا لا أصوم الآن ولا أقضي لمرض ولأصابة. قل لا، إذن يصار إلى دفع الفدية. دفع الفدية، وإذا كان ما يملك الفدية هنا المشكلة عند العلماء، هل تسقط الفدية بالإعسار؟ نعم تسقط. يعني إذا واحد ما عنده
كما في حديث ذاك الذي وقع على زوجتي ولم يملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنطاق، قال تصدق، قال لا يوجد أفقر من لابتيها مني، قال خذها. فالعلماء يقولون يسقط بالإحصار على الصحيح، يعني إذا ما عنده خلاص ما عليك. جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخ أبو رعد يسأل عن زكاة الفطر للمحصول، خلينا نقول زكاة المحصول. هو هاي زكاة ليس زكاة الفطر، زكاة المحصول. احنا عندنا زكاة الحنطة والشعير، او زكاة يعني هو اكثر ما يسأل، او زكاة المحاصيل الزراعية بالعموم. طبعا اذا بلغت نصابا 650 كيلو، وبالتالي عليها اذا سقيت بماء السماء يعني الديم فعليها عشر، واذا سقيت بماء الماطور ونحو ذلك عليها نصف العشر. لكن هنا يسأل يقول انا عندي مصاريف، يعني مصاريف البذور، مصاريف كيمياوي نحو ذلك. طبعا هذا طبعا الشارع رعى أو راعى هذه الجزئية في المصاريف، فنزل من العشر يعني من العشرة واحد إلى من العشرين واحد يعني إلى النصف، بالتالي هو نزل إلى نصف القيمة، فالشرع راعى قضية المصاريف. تبقى موضوع ثاني، قال أنا علي ديون، يعني هو مطلوب الآن، مطلوب لابو الكيمياوي، مطلوب لابو النايلون، مطلوب ما أعرف كذا، فعليه ديون أبو الحاصودة ونحو ذلك. هنا نقول عند بعض الفقهاء جوز إخراج الديون خاصة المتعلقة بالمال، يعني هو الآن خرج مثلا له 40 مليون قيمة الحنطة مثلا، وعليه ديون 20 مليون، يخرج مال 20 مليون يخرجها نصف العشر. تقول المصاريف، نعم الشرع يعني راعى قضية المصاريف فنزل من العشر إلى نصف القيمة، يسمي نصف العشر. وإلا لو سقيت بماء الديم وكل شيء ما خلى لا مصارف ولا شيء، فعليه العشر من العشرة واحد. بالتالي هو احنا إذا كان عليك ديون، تقول والله علي ديون وتبعات وكذا، نقول لك تخرج الديون فقط وليس المصاريف. احنا المصاريف خرجناها، كيف خرجناها؟ نزلنا نصف القيمة من العشرة إلى نصف العشر، حتى يعرف يعني الشرع راعى، أقصد مقاصد الشريعة أنه راعت المصاريف. لو أنه ماكو مصاريف كان أخذ من العشرة واحد، لما موجود المصاريف من العشرين واحد، من العشرين واحد. يعني نصف الإخراج. تبقى يخرج أيضا قضية الديون المترتبة على الزرع عند بعض الفقهاء، مثل علي ديون، هو مثل جاء ناتج لكن عليه ديون، عليه ديون تبعات، يعني أبو الحاصد، الحاصود التحصد، العمال كذا، وديون ما عنده يسدد. هذا اشبه اصبر يعني صار فقير، اذا هو يعطي زكاه هو ربما يعني الديون تستوعب جميع الحاصد. فهنا بهالحاله بعض الفقهاء جوز اخراج الديون ثم ما تبقى يخرج منه الزكاه. نعم، لتسديد الديون ومستحقات الناس، وبالتالي يخرج الزكاه اذا كان يعني اذا كان مسمح بال اذا بقى بعد ذلك ما قيمه 650 كيلو طبعا عليه زكاه. 650 هذا كحد، هذا النصاب. طيب يعني على رأي جمهور الفقهاء خلافا لسيدنا أبي حنيفة. جزاك الله خير. الأخ فاروق، السلام عليكم يا أخوي فاروق، حياك الله، من وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ شلونك عيني؟ حياك الله وبياك. حياك الله. الله يسلمك. أزين الشيخ، أنا حاب أسأل سؤال. تفضل يا أخوي تفضل. أنا شغلي بالليل. نعم. شغلي بالليل وأصوم أنا بالنهار، يجوز إنه أصوم أظل نايم بالنهار؟ تمام. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أخوي فاروق، شكرا جزيلا. سمحت الشيخ، هذا الاتصال. طيب الأخ أنور، السلام عليكم، من بغداد. السلام. حياك الله أخوي أنور، كل عام بخير، تفضل. أنت بخير، شلونك شيخ؟ حياك الله عيني، كل الهلا. الله يسلمك. عندي سؤال إذا مو زحمة. تفضل يا أخي. عندي أبوي توفى، الله يرحمه، وفي بنت دين. نعم. فاحنا حاليا ما عندنا يعني فلوس اللي يسدد الدين، فالحاله شلون نسوي؟ شنو الشرع والدين؟ تمام. طيب ان شاء الله تسمع الاجابه اخوي. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. نعم، من وياي؟ الاخ شهاب من الموصل، تفضل يا اخي. حياك الله اخوي شهاب. شلونك طلعت الشيخ؟ حياكم الله. كل الهلا. أنا حصلت تقريبا قاع وبيها يعني ما يغارب جاملها 7 خزانات يعني حب كلها، وأنا وشريكي. هل يجوز أخرج منها الزكاة يعني؟ معك شريك. يعني هو أنت حصدتها وضميتها؟ لا هي كلها جاملها 7 خزانات. يعني هو الخزانات تقصد بيها شلون يعني؟ إيش يعني خزانات؟
اي انا جبت منها 7 خزانات بس معايا صاحب القاع ياخذ ربع. اي نعم. يعني خزان تقصد الحاويه السياره اللي تنقل المحصول؟ هو الخزان احنا نسميها. مو احنا مصطلحات مصطلحات المزارعين ما نعرفها. ربما يقارب طن ونص، يعني طن ونص الكميه ماله. سوقتوها للدوله؟ لا لا ما سوقناها. يعني بقى الحاصل نفسه ما مال؟ لا لا ما سوقناها، بقيناها في القاع بس انطينا حصه ابو القاع. خلاص. اي وين السؤال عفوا؟ اي انا اخذت ابو القاع. لا هو ابو القاع اخذ حقه غير؟ اخذ نصف الحبه اخذ يعني. ليش نص؟ هو مو ربع متفقين معاه؟ لا نص. نص. نص طيب. اي لا ما اخذ نص. هو كله جاء منها 7 حاويات، اخذ منها 3.5. خلاص. اي وين السؤال عفوا بس؟ اي اريد اشوف هاي 3.5 فقط بها ذاك ما فيها. اها تمام تمام. شكرا لك يا اخو هشام، شكرا جزيلا. طيب. نعم سمحت الشيخ. وصلنا الى الاخ طالب من ابو غريب. يعني هذه المشكله الامنيات الانسان حينما يكبر من العمر يتمنى انه يكون زائر او معتمر لبيت الله الحرام، وربما ضيق الحال والظروف هي تحيق تحقيق هذه الامنيه. فكيف يتصرف الانسان اذا تعثر عليه الذهاب الى بيت الله الحرام؟ وفي الحديث الصحيح الذي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في غزوة تبوك، لما كان غزوة شاقة وكثير من الناس كان في ودهم أن يذهبوا لكن لا يستطيعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قوما ما سرنا يعني مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا، أي في الأجر، حبسهم العذر. فهم بالتالي كل من يشتاق إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحج أو يعتمر ولا وسيلة له، فقد كتب الله له هذا الأجر. ويقول قائلهم يا سائلين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، وقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. وبالتالي حقيقة من بلغ به الشوق ما بلغ ومنع منه أو منعته الموانع أن يصل، كتب الله له ما كان يبتغي ويرجو. هذا من كرم الله على هذه الأمة، وهذه منحة من الله تعالى لنا. فطب نفسا أخي العزيز أنك وإن كنت تتشوف ومنعتك الموانع، فبالتالي إن شاء الله يكتب الله لك أجر الحاج والمعتمر ما دمت قد صدقت في نية الذهاب ومنعتك ما يمنع كل صادق من الوصول إلى تلك الديار. أمين يا رب. أمين. أحسنت سمعت الشيخ. الأخ ديار من بغداد يعني يقول بسبب ظروف كورونا اليوم الصلاة بالتراويح يعني هل تجزي إذا صلاها في المنزل؟ يعني إذا خاف كثير من الناس يقول لك أنا والله ما أروح للجامع أخشى أنه يصيبني شيء أو كذا، وهذا الخوف موجود حقيقي وله مبرر، بالتالي له الحق أن يجمع أهله، وخير صلاة النافلة طبعا في البيت، وبالتالي يعني يمكن للإنسان يجمع أهله أو من يمكن أن يصلي معه جماعة ويصلون تراويح في البيت ويكتب لهم الأجر إن شاء الله تعالى. ومن يعني عجز عن الوصول إلى المسجد لأي عذر، يعني عذر مسوغ، وهذا أيضا من المسوغات حقيقة، الخوف من أن يصاب بكورونا من المسوغات، فيصلي في البيت يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى كاملا غير منقوص. هذا كما ذكرنا أن الله تعالى جعلها منحة، ويكفي أن صلاة النافلة هي في الأصل في البيت، فهذه أيضا إضافة أخرى. فلكن الأولى أن يعلم نفسه وأهله الصلاة، صلاة الجماعة في البيت. جزاك الله خير سمعت الشيخ، الله يبارك فيك. عندي اتصال ايضا، من وياي؟ ام عمار. سلام عليكم. عندي 3 اطفال. حياك الله يا ام عمار، اول مره خلينا نسلم عليك. حياك الله. ام عمار. نعم 3 اطفال. بس لا سمحتي لي، منين حضرتك انت؟ من اي محافظه؟ من دياله. من دياله، حياك الله. عندك 3 اطفال، ايش بيهم الله يحفظهم؟ يعني ما عندي زكاه يعني ادفع لهم، ابوهم محكوم وانا مسؤوله علي امان امهم. طيب زكاة الفطر. زكاة الفطر تقصد؟ أنا أشكرك إن شاء الله. إيه إيه ما رمضان. نعم. تسلمين يا أختي أم عمار، شكرا لك. تسلم. إن شاء الله. أم هاجر من صلاح الدين، السلام عليكم. أم هاجر تفضلي. وأريد أشوف يعني ما أقدر أصوم ولا أفرح قلبي يا أم هاجر. أنا كبيرة وهو قاعد يطلع لي بدال الفطرة. وأنا قلت أشوف يعني كثير يطلع لي ولد فطرة من يعني من من هو اللي يريد يدفع لك يا امي الله يحفظك ام هاجر، من اللي يدفع عنك الفطره؟ انت ما تقدرين تصومين،
منو تريدين يدفع؟ ابنك الله يحفظه، واحد من الاولاد؟ ما عنده ولد واحد، ما عنده راتب. زين، وبهالحاله شنو سؤالك؟ يعني انت بدك تسالين عن شنو؟ سؤال يعني يصير هو يطلع لي خطره من عشان يعني مال الوصايه. ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الاجابه. عندك العافيه ان شاء الله يا امي، شكرا لك. الله يعافيك، تسلمي. الله يوالديك، شكرا لك، حياك الله. طيب خلينا نكمل اذا يعني الاتصالات. شيخنا العزيز الاخ فاروق يقول انا شغلي بالليل وبالنهار يعني مضطر انام يعني. فشنو الحل؟ يعني يجوز لي انا انام بالنهار؟ طبعا احنا راح يكون عنده اوقات صلوات وكذا سمحت الشيخ، اذا ممكن. تمام، هو احنا عندنا منفصل قضيه الصلاه عن قضيه الصيام. نعم. هو ابتداء يحق له يعني لما ياتي من العمل، ما دام نيه يعني نيه قائمه انه يصوم غدا، اي يصوم النهار، فبالتالي حتى لو نام جميع النهار صيامه صحيح. على الصحيح. يبقى انه قضيه مثل ما تفضلت قضيه الصلاه، يعني هو الان راح يفوت عندنا الظهر والعصر، فبالتالي لا قال انا يعني استيقظ ربما قبيل العصر اصلي الظهر وقبيل المغرب الحق على العصر ثم، لكن اغلب النهار انا نايم لا باس شرعا، لانه هو يعني انقلبت عنده كما يسمى الساعه البيولوجيه، فبالتالي هو ينام بالنهار ويستيقظ بالليل لعمله كحارس ونحو ذلك، بالتالي هو مأجور إن شاء الله، يعني ما دام هو هذا عمله ويسعى على كسبه. وفي الحديث من بات كلا تعبانا من طلب الحلال بات مغفورا له، لكن فقط نقول له أن تراعي قضية الصلوات. يعني الأخ والاسم الكريم ديار، العفو فاروق، فاروق يعني بس تراعي قضية الصلوات أنك تصلي في أوقاتها، يعني قضية الظهر وقضية العصر لا تجعلها تدخل في الوقت الآخر. أما يعني النوم أغلب النهار فلا بأس إن شاء الله، وأنت مأجور على عملك. نسأل الله تعالى أن يكتب لك إن شاء الله رزق الحلال الطيب الكثير المبارك فيه. آمين يا رب. آمين. بصراحة الله يكون بعونه، لأنه مثل ما يقول شغل الليل أو نومة الليل ما تتعوض. صحيح. فعلا يعني كان الله في عون الأخ فاروق. أنور من بغداد سماحة الشيخ يقول والدة توفى الله يرحمه، وعنده في ذمته ديون، وإحنا حالنا مو ذاك الحال اللي نقدر نسدد هذه الديون. إحنا ما عرفنا المبلغ إيش قد، لكن هو من فهمنا من كلامه انه يقول ما نقدر نسدد هذه المبالغ، فكيف نتصرف؟ الوالد الان متوفي وفي ذمته ديون، واحنا ما عدنا الطاقه والقدره نسدد هذا المبلغ. يعني ابتداء من عليه ديون شرعا على، او ابتداء ننظر الى تركته، فان كان له من المال ما يسع يعني قضاء الديون طبعا تقدم حتى على الوصيه، بالتالي لابد ان يقضى من ماله من تركته مما ترك من أموال. قال والله هو ما عنده أموال كل شيء والديون عليه كثيرة، تذهبون إلى الخطوة الثانية هو أن تستوهبوا من صاحب المال، لأنه يعني لا يخفى على أحد أنه إذا أخذ أموال الناس ويعني كان عليه تبعات شرعا يعني يحتاج إلى أن يستأذن صاحب المال يعني من عياله يستوهبوه، لأن كما في الحديث أن رجلا جاء به عليه دين والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه حتى قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إنما دينه علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينها صلى. وبالتالي الأولى أنه يستوهب يعني صاحب الدين، يعني عياله يذهبون له ويستوهبونه وإن شاء الله ويعفو عنهم. تبقى هل هو شرعا محاسب أو لا؟ طبعا إحنا عندنا طريقين، كما في الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه، وبالتالي هو جنى على نفسه وأمام مصيبة كبيرة. لذلك الديون حقيقة يعني أمرها عظيم، ولا بد للإنسان أن يوصي أو أن يرتب وضعه وأن لا يتهاون فيها، فتبعاتها يوم القيامة عظيمة وخاصة هو مرتهم بها. فبالتالي يعني الأولى أن لا يبقوا يعني أباهم، أو أن لا يبقوا أن يبقوه يعني في هذه الذمة المشغولة. فهناك طرق كثيرة حقيقة، يستوهبوه يدفعوا له قسم من المال ويحللهم في الباقي، المهم أن لا يبقى هذا الأمر معلق شرعا. نعم، جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخ شهاب من الموصل كان يعني نقاشك ويا سؤاله، يسأل عن الأرض اللي هو يقول تقريبا. نعم. صاحب الأرض أعطيناه نصف الكمية، بالتالي ما تبقى منها هل عليها يعني الزكاة؟ هو طبعا احنا نقول كل يعني على حدة، يعني هو ينظر يعني أنت تنظر لنفسك، أنت عندك ثلاث خزانات ونصف طبعا قطعا فوق 650، فبالتالي قطعا عليها زكاة. ننظر إذا كان ديم واحد من العشرة كما قلنا، وإذا كان ماوي أو يعني عن طريق الماطور نحو ذلك فنصف العشر من 20 واحد. طبعا إذا علي ديون كما ذكرنا يعني الأمر
الديون عظيمة عندها يمكن أن نأخذ برأي بعض الفقهاء حتى لا يدخل في إحراج. وطبعا على صاحب المال أيضا كذلك الزكاة، لكن كل يخرج زكاته إن شاء الله. جزاك الله خير سماحة الشيخ. أم عمار من ديالة سماحة الشيخ تسأل عن زكاة الفطر هذه السنة. يعني هو زكاة الفطر طبعا احنا عندنا أغنياء وعندنا فقراء. الأغنياء هم الذين يخرجون والفقراء هم الذين يأخذون، بالتالي الفقير ليس عليه زكاة قطعا. يعني إنما الزكاة كم أو إنما يعني الصدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى كما في الصحيح، وبالتالي هي الزكاة عن ظهر غنى. أما الذي لا يجد بل أنت يحق يعني يجوز لك أن تأخذي، فك الله كربتك وعانك على ما أنت عليه، وأنت على ثغر عظيم وأجر كبير على رعاية هؤلاء الأطفال جزاك الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن يعني من يسمعك ممن هو قريب عليك أن يتعهد حالك وأن يتصدق عليكم، بالتالي هو يعني أنتم يحق لكم أن تأخذوا الصدقة إن كنتم يعني بحاجة لها، ولا تجب عليكم صدقة الفطر بحاجة. الله يجزي خير. هذا السؤال أيضا هو مقارب لسؤال الحجية أم هاجر اللي من صلاح الدين، تقول أني ما أقدر أصوم وابني راح يدفع عني الكفارة لكن هو أصلا ما عنده. لا لا بس هو صدقة الفطر هو يعني لا يشترط أن الإنسان يدفعها عن نفسه، يعني يمكن يدفعها عنه من يأذن له، بس لابد أن يكون هنالك قضية مهمة هو أن يوكله بها. يعني أنا مثلا يعني أخي أو ابني أو أي أحد يريد يتصدق عني يستأذن صاحب يعني المعني أو الذي عليه التبعة، يعني يستأذن منك يستأذن من أمه من هذا من الولد. أما كون عنده راتب ما عنده راتب هذا موضوع آخر، وربما عنده يعني مورد آخر وهو متفضل جزاه الله خيرا أن يدفع عن أمه، وهذا من بره بأمه أن يدفع عنها صدقة الفطر، فشرعا لا بأس بذلك. هي تتحسس تقول هو أنه يعني ليس له راتب، يعني هذا أيضا قال وأن تتصدق خير الصدقة كما في الحديث، وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. الله يجزيك خير يا سماحة الشيخ. نعم عندي اتصال. السلام عليكم، من ويانا؟ أم حمزة حياك الله يا أم، تفضلي. من وين حضرتك؟ من بغداد. من بغداد حياك الله، تفضلي يا أختي. الشيخ وياي؟ نعم سماحة الشيخ يسمعك. نعم تفضلي. عيني الله كريم علينا وعليكم ان شاء الله. بس عندي سؤال، اني ارمله وقاعده بين اهلي واخوتي اثنين صارين يقدر يعطون الفطره حلال ام حرام؟ طيب يعطون عنك؟ ها يدفعون عنك الفطره؟ لا ينطون اياها. تمام إياه. يعني انت تاخذين الفطره من اخوانك لان هم يصدقون به؟ طيب من اخواني لان هم عاجين البيت وانا قاعده ببيت اخويا الكبير. تمام اها تسمعين. اثنين هم خارج يعني مو نفس البيت اللي انت تعيشين به؟ لا مو نفس تمام. البيت واحد من اخوتي رجع ويانا بنفس البيت، يصير ينطون اياها ان شاء الله الثاني. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله يا اختي حياك. عندي اتصال اخر. شكرا لك يا اختي ام حمزه. السلام عليكم، من وياي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله عيني، تفضل. وياكم أبو أيوب من الله. أبو أيوب حياك الله. تفضل يا أخي. الاتصال مو واضح يا شباب. أبو أيوب حاول تعيد الاتصال بنا مرة ثانية إذا صار عندنا وقت. أنا أشكرك. سمحت الشيخ وصلنا إلى سؤال أم هاجر، العفو أم حمزة. تقول أرملة وتسكن مع أخوانها اثنين وخارج المنزل أخوانها اثنين يصير ينطوها صدقة وهي أرملة، وأيضا عندها أخوها آخر هم موجود وياها في المنزل. يعني بالعموم حتى تكون لها ولغيرها الصدقة لا تحل يعني لخمسة، الأبوان وإن علوا، والأبناء يعني الابن والبنت وإن نزلت، والزوجة. هؤلاء الخمسة لا يجوز إعطاء الصدقة لهم، أما ما عداهم فيجوز، بل أن أولى يعني أن تعطي الصدقة لذوي القربة كما في الحديث لك أجران صلة وصدقة. فأن يعطي الرجل الصدقة لأخته أو لأخيه وهو محتاج أو هي محتاجة أولى من أن يعطيها لغيرهم، ففيها أجران كما في الحديث صلة وأيضا صدقة وصدقة. جزاك الله خير. آخر اتصال عندي أبو حسين من الموصل. السلام عليكم يا أبو حسين، تفضل. أخوي شلونك؟ صح الأمور؟ حياك الله. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. وعليكم يا اخوي حياك الله. كل انا من العراقيين. الله يحفظك. سؤال بس، احنا نبات يعني بالبيت قاعدين وصيام يعني بالتواصل الاجتماعي تعرف بالفيسبوك وغيره، وهذا يعني هل هذا جائز يعني سمعت الشيخ؟ بس
هذا سؤالي. أثناء الصيام؟ إيه إحنا صايمين وتعرف التواصل الاجتماعي يعني إيش يعني الأخبار وغير أمور يعني تصفح بالإنترنت. تمام. طيب جزاك الله خير، شكرا لك. نعم. شكرا. سمحت الشيخ مع اتصال الأخ أبو حسين، جاوبني ونختم حلقة إن شاء الله. يعني حقيقة هو رمضان كما قلنا هي ساعات معدودة، يعني فرصة، فكل دقيقة هي فرصة. طبعا نحن نتكلم مباح، مباح تتكلم في وسائل التواصل كلها مباح في رمضان وفي غير رمضان ما دام هو مباح، يعني الأصل الكلام مباح داخل الحلال لا يوجد فيه شيء من المحرمات، لكن نقول إضاعة الوقت يعني كما نهى رسول الله عن قيل وقال، وأيضا إضاعة المال كذلك إضاعة الوقت، فبالتالي احنا مسؤولين عن أوقاتنا، عن عمره فيما أفناه، لا يتزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن عمره فيما أفناه. فنحن مسؤولون عن أوقاتنا، هذه أوقات فرصة، كل دقيقة يعني أنت مسؤول عنها، وهي فرصة، فرصة ذهبية، الحسنة بعشر أمثالها في رمضان إلى 700 ضعف، يعني الركعة في 700 قد ربما تصل في ألف إلى أكثر، فهي فرصة ذهبية. يعني قد يعني من يعني من عدم إدراك يعني أو من أي حقيقة من الخسائر الكبرى أقول أن نهدر هذه الأوقات في غير ذكر الله عز وجل أو في أمور ربما قد تكون تافهة. جزاك الله خير، خاصة وأن نسمات رمضان لها رائحة طيبة ولا تعوض ولا تعوض. جزاك الله خير سمعت الشيخ محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق وتضيفي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، بارك الله بيك، وإن شاء الله يا ربي قد وصلنا الصورة الطيبة والحسنة لمشاهدينا. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم الأول من رمضان، شكرا لطيب المتابعة، انتظرونا يوم غد بالخامسة وعشر دقائق بإذن الله تعالى، لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، سلام عليكم.